المسائل الأربع. لندلين ولا لندلين ني. المسألة الأولى أن لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن ندعو. لندلنغال أرانون أنتوكو بيتون جنجين هافامين سيمين قلترين ولا ندين. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا حتى يجتمع العلم مع العمل. ستايوني هاين عندي كوبي قلترين كان جديدي عندن هاينين قلترين وفوتو دي أندوغول قلترغول. ثم إذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. ستايوني إن عندي إن قلتري كوفيتون ندين فادي كوكو أندوغين قلترين. لأنه لا يمكن أننا نعرف أن هذا هو الحق ولا ندعو إليه. barwata wande ande ko dum do ni gonga en noddo ta faade on gonga don wala bud an nasbir nasbir awwalan ala al ilm ala al taallum ko be aranu munnyoden honno munnyorten aro munnyoden imorde jangugol anda dina men kan thumma nasbir ala al amal ontuma munnyoden non e hore gollitirgol kati thumma nasbir ala al da'wa ontuma munnyoden kadi noddugol faade koko andude sana'na hadha fi al dunya bi idhni allah nujib an as'ilati al qabr en wadi dum do ka adna do si allah won jabi قبر إيوه جابات إلاندي دو الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر كو فيندي كو هولي الأندو واندي ما كو غونغا ني دي مسألة جيدو ناي كو تورتو انتي كو والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان فهو خاسر واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا عملوا تعلموا وعملوا ودعوا وصبروا الله هو واني ري سورة العصر إن يمبي من فوق ولا هنم كو ومبي بيردي و اتنتيني يمبي hombe woni ben andube gollitiri noddi munni hore undo naam as-sabr yuqassim al-ulama rahimahum Allah ta'ala as-sabr ila thalathati aqsam munyanon joma gandu be fecci dum pecce tati al-awwal as-sabr ala ta'ati Allah hatta tu'adda as-sabr ala as-siyam as-salah al-hajj az-zakah aran munni den ko munni gol iftar Allah subhanahu wa ta'ala hawtigi adda hora او انت زكا يكون عندي امور فوق الثاني الصبر عن معصيه الله تصبر عن المعاصي تبتعد عنها كالصبر عن المحرمات الصبر عن الشرك دمون مونيغول غا غوبي الله سبحانه وتعالى هاروتي غودال غوبي الله سبحانه وتعالى وديتو حدو رج الله سبحانه وتعالى صفه كوناندي شرك غون كاجيمو اي يدو الله سبحانه وتعالى نعم الثالث الصبر على اقدار الله ما يقدر الله على العباد مرض او فقر او ابتلاء والله اعلم فكر تمرنين munyagol e hoddirode Allahji subhanahu wa ta'ala yo farli e hore neddanke otigi munyodi andako ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko iwri o jaba o jebbilo